بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس العاشر اللي خاص بتقنية الـ ADO.NET. في هذا الدرس راح نناقش SQL Data Adapter in ADO.NET. أنا محمد إماد عرفة. بهذا الدرس راح نناقش SQL Data Adapter وراح نناقش أيضا الـ Dataset. ناقشنا في الدروس الماضية اللي هو SQL Data Reader، وذكرنا إنه SQL Data Reader هو بيكون Connection Oriented، بمعنى إنه لابد إنه يكون Connection Active و Open أثناء استرجاعنا للبيانات إلى أثناء استرجاعه للبيانات للداتا سورس. الآن SQL Data Adapter والداتا سيت بيزودني بما يعرف بالديسكونكتد داتا اكسس موديل، وراح طبعا راح يتم مناقشة هذا الأمر في الدروس القادمة إن شاء الله. في هذا الدرس راح نناقش اللي هو SQL Data Adapter، وأيضا راح نناقش الداتا سيت اوبجكتس، اوكي. وفي الدروس القادمة زي ما أنا ذكرت راح نناقش اللي هو ديسكونكتد داتا اكسس موديل، وطبعا وين ممكن يتم استخدامه. اوكي، الان خلينا نروح مباشره على اللي هو على SQL Server Management Studio. راح تلاحظ انه في عندي تيبل اسمه TBL Product Inventory، بدي اقوم بعرض هاي الداتا بداخل Grid View، وذلك عن طريق استخدامي للSQL Data Adapter وايضا عن طريق استخدامي للداتا سيت. بكل بساطه راح اروح مباشره ضمن ال Visual Studio وضمن الكود Behind File. الان بالبدايه لابد من اقوم بجلب الكونكشن سترينج المخزن ضمن الويب كونفيجريشن فايل واللي اسمه DBCS. فبالتالي راح اروح مباشرة ضمن الويب فورم 1 بالكود behind file، لابد اني استخدم ضمن النيم سبيس اللي هي system.configuration. الان لابد ان هون اقوم بتعريف متغير، هذا المتغير راح اسميه cs، وطبعا راح اقوم الان بجلب اللي هو الكونكشن سترينج عن طريق استخدام الكلاس اللي اسمه configuration manager، تمام، بحيث راح اقوم عندي هنا بتزويده باسم الكونكشن سترينج زي ما احنا فعليا شايفين. الان بعد هيك مباشرة لابد من اني اقوم بجلب اللي هو أو لابد أن نقوم بإنشاء اللي هو الكونكشن، هو SQL Connection، واللي هو بحد ذاته موجود من النيم سبيس اللي هو System.Data.SQLClient. فبالتالي راح نحكي الآن اللي هو SQL Connection، اللي هو راح أسمي هذا الكونكشن Object اللي هو con equal new SQL Connection، وراح أقوم الآن بتزويده بالكونكشن String المخزن بداخل الفاريبل اسمه CS. والآن بدي هذا الكونكشن String يكون متاح ضمن سكوب معين، فبالتالي بفضل أنك تستخدم عندي هنا اللي هو using، أو بإمكانك أنك تستخدم اللي هو try catch statement، اوكي، بحيث ان الكونكشن اوبجكت راح يكون متاح ضمن هذا السكوب. خارج هذا السكوب راح يتم إغلاق الكونكشن. اوكي، الان بعد هيك مباشرة كنا نستخدم احنا اللي هو Data Reader، بحيث انه كنا نيجي نحكي تمام اللي هو كنا نستخدم قبل اللي هو Data Reader، كنا ننشئ Object من الكلاس اللي هو اسمه SQL اللي هو Command، بحيث انه كنا نحكي CMD equal new SQL Command، صح؟ تمام، بحيث انه كنت بداخل SQL Command لاحظت انه باخذ اللي هو two parameters عندي هون، اللي هو اول parameter اللي هو الكوماند تكست والكونكشن. كذلك الامر بالنسبه الى الداتا ادابتر، هو ايضا باخذ الكوماند تكست وباخذ ايضا اللي هو الكونكشن، فبالتالي في تشابه ما بينهم. الان لاحظ انه بالSQL Command هو كلاس ضمن الكونستراكتور اللي خاص فيه، عماله باخذ اللي هو الكوماند اللي هو الامر اللي احنا بنقوم بتنفيذه، وايضا لابد نقوم بتزويده باللي هو connection اللي هو بمعنى انه وين راح يتم تنفيذ هذا الكوماند، على اي database. اوكي، نفس الامر بالنسبه الى SQL Data Adapter، عماله باخذ عندي هنا SQL Command ولابد انه ايضا ياخذ معي اللي هو الكونكشن. فبالتالي راح نروح الان مباشره نقوم بانشاء اللي هو object من الكلاس اللي اسمه SQL Data Adapter. اوكي، فراح نحكي الان SQL Data Adapter، تمام، راح نسميه DA equal new SQL data adapter. راح تلاحظ انه هون عماله ايضا باخذ عندي two parameters اللي هم عمليا الكوماند تكست اللي بدي اقوم بتنفيذه، وايضا عندي هنا الكونكشن. بالتالي انا هنا الكوماند اللي بدي اقوم بتنفيذه هو عباره عن هاي الكويري اللي هي select start from TBL inventory، راح نعملها عندي هنا اللي هو based. وفي second parameter اللي راح نقوم بتزويده اللي هو عباره عن الكونكشن، واللي هو بحد ذاته الكونكشن object، لان انا بحتاج اني اقوم بتنفيذ هاي الكوماند على هذا الكونكشن. فبالتالي الان راح اقوم مباشره بانشاء اللي هو اوبجكت من الداتا سيت، والداتا سيت راح تلاحظ انه
هي موجودة ضمن النيم سبيس اللي هي سيستم دوت داتا، وطبعا هي ما بتعتمد على أي بروفايدر، فبالتالي رح نستخدم اللي هون النيم سبيس اللي هي سيستم دوت اللي هي داتا، لأنها بإمكانك إنك لأنه بإمكان إنه الداتا ست تتعامل مع أي داتا بروفايدر بغض النظر. أوكي، فبالتالي الآن رح نقوم بإنشاء اللي هو أوبجكت من هذا التايب اللي هو اسمه داتا ست، رح أسميه عندي دي اس ايكوال نيو داتا ست. اوكي، بعد هيك مباشرة راح اقوم عندي بمنادات اللي هو Data Adapter Object. راح تلاحظوا انه في له ميثود اسمها fill. هاي الميثود بكل بساطة راح تقوم بفتح الكونكشن، وبعد هيك مباشرة راح تقوم بتنفيذ اللي هو SQL، راح تقوم بالتحديد بتنفيذ اللي هو SQL command، او بالتحديد اللي هو الكوماند تكست الموجود عندي هون على هذا الاوبجكت، وراح تقوم بارجاع البيانات، وبعد هيك راح تقوم بتخزين النتيجه بداخل اللي هو الداتا سيت، وبعد هيك راح تقوم باغلاق اللي هو الكونكشن. فبالتالي اذا هاي هي وظيفه الميثود اللي اسمها فيل، واللي هي خاصه بالداتا ادابتر اوبجكت. اذا بكل بساطه هي راح تنفذ لي الكوماند تكست على هذا الكونكشن، وطبعا قبل ما تنفذه راح تقوم بفتح الكونكشن، بعد هيك راح تقوم بتنفيذه، وراح تقوم بعد هيك بتخزين اللي هي البيانات المسترجعة من الداتابيز بالضمن اللي هو الداتا سيت، وبعد هيك راح تقوم بإغلاق الكونكشن. اوكي، الان بعد هيك مباشرة خلينا نقوم بإضافة اللي هو جريد فيو بداخل الويب فورم، فراح نروح ضمن التول بوكس، راح اضيف عندي هون اللي هو جريد فيو، ومباشرة ممكن انك تختار فورمات معين لهاي الجريد فيو، مثلا اللي هو براون شوجر على سبيل المثال، حتى نعطيها شكل خلينا نحكي نوعا ما جيد. اوكي، الان بعد هيك مباشرة راح اقوم باللي هو استخدام هاي الجريد فيو اللي قمت بانشائها. اوكي، خلينا نروح نشوف فعليا عندي هون الاسم لها اللي هو عبارة عن جريد فيو 1. اوكي، راح نحكي الان جريد فيو 1 دوت اللي هو داتا سورس، راح يكون هو عبارة عن الداتا سيت، وبعد هيك مباشرة راح نعمل لها داتا بايند. اوكي، اوكي، الان مباشرة راح اقوم بعمل اللي هو سيف، والان خلينا نضغط على كنترول و F5، لان هون عماله بيعمل بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. خلينا نسكر كل التابس المفتوحة عندي هون، راح تلاحظ انه قام بجلب البيانات زي ما احنا فعليا شايفين. اذا بامكانك انك تقوم بجلب البيانات اللي هو عن طريق استخدامك للسيكوال داتا ريدر، او عن طريق استخدامك للداتا ادابتر والداتا سيت. اوكي، الان هل بامكاني ان انفذ ستورد بروسيجر ضمن اللي هو ضمن او خلينا نحكي عن طريق استخدامي للسيكوال داتا ادابتر؟ بكل تاكيد بامكانك انك تعمل هذا الامر. الان خلينا نروح مباشره نقوم بانشاء هذا الستورد بروسيجر. لاحظت احنا في عندي هون ستورد بروسيجر اسمه اس بي جيت برودكت انفنتوري، وهذا الستورد بروسيجر عماله ما باخذ اي باراميتر، هو بكل بساطه بيقوم بجلب الاي دي والبرودكت نيم والكوانتيتي افيلبل من التيبل اسمه تي بي ال برودكت انفنتوري. لو رحت مباشره عملت اللي هو اكسكيوت له، لاحظت احنا قام بتنفيذ هذا الستورد بروسيجر. راح الان اقوم باخذ هذا الاسم الستورد بروسيجر ضمن الفيرتشوال ستوديو، ومباشره راح اقوم الان بعمل له بيست. الان هنا عمالي بزوده بستورد بروسيجر. الان هل سيكوال داتا ادابتر راح يقدر يتعرف على انه الاس بي جيت برودكت انفنتوري هو عباره عن ستورد بروسيجر؟ نعم بكل تاكيد. الان لو رحت مباشره عملت سيف وضغطت على كنترول و F5، راح يعمل لي رننج وراح يقوم بجلب البيانات تمام بدون اي مشاكل. اوكي، لاحظت انه قام بجلب البيانات، لكن انا بفضل انك تقوم باخباره انه هذا اللي هو الاس بي جيت برودكت انفنتوري هو بالتحديد ستورد بروسيجر. ليه؟ لانه ممكن يكون في عندك ستورد بروسيجر تاخذ باراميترز، فبالتالي لابد من انك عمليا تزوده بهذا الباراميتر، فبالتالي انا بفضل انك تقوم باخباره انه في عندك ستورد بروسيجر. حتى تقوم باخباره انه في عندك ستورد بروسيجر راح نستخدم اللي هو داتا ادابتر اوبجكت. راح تلاحظ انه الان في عندي بروبرتي اسمها سيلكت كوماند، وراح تلاحظ انه هاي السيلكت كوماند هي من نوع مين؟ من نوع سيكوال كوماند، فبالتالي نفس ما احنا كنا نتعامل مع السيكوال كوماند كلاس راح نتعامل بنفس الشيء عندي هون مع اللي هو SQL Data Adapter كلاس. فبالتالي لاحظت احنا هون Select Command، معناته انت فعليا هون كأنك بتتعامل مع اللي هو SQL Command Object. اوكي، الان راح نحكي له انه في عندي هون اللي هو Command Type، وهذا Command Type هو عبارة عن Stored Procedure. اوكي، فبالتالي الان لو رجعت مره ثانيه ضغطت سيف وضغطت على كنترول و F5 راح يعطيني طبعا نفس الريزلت، لكن بهاي الحاله انا عمالي بحكي انه في عندك ستورد بروسيجر لا سيكوال داتا ادابتر.
اوكي الان خلينا نروح مباشره. الان هل ممكن ان يكون في عندي ستورد بروسيجر يأخذ عمليا بارامترز؟ نعم بكل تاكيد. الان خلينا نروح نعدل مباشره على الويب فورم الموجوده عندي هون، بحيث انه لو رحت على عندي هون ضمن اللي هو الديف، قمت مباشره باضافه اللي هو تكست بوكس، بحيث انه في عندي هون اللي هو تكست بوكس، وايضا راح اقوم باضافه عندي هون اللي هو باتون، بحيث انه راح نيجي الان عندي ضمن اللي هو الستاندرد راح نضيف عندي هون اللي هو باتون. اوكي الان خلينا نروح مباشره على الديزاين. اصبح عندي الشكل زي ما احنا فعليا شايفين تكست بوكس وباتون. الان بدي فقط اقوم عندي هون بوضع اللي هو رقم البرودكت الموجود عندي هون الاي دي، فبالتالي راح يقوم بجلب اللي هو التفاصيل الخاصه في هذا البرودكت. اوكي خلينا نقوم بعمل ذلك. الان مباشره في عندي هون اللي هو ستورد بروسيجر اسمه اس بي جيت برودكت انفنتوري باي اي دي، راح اطلع من هون عماله باخذ بارامتر اللي هو اسمه برودكت اي دي وهو من نوع انتجر، وطبعا عماله بيعمل سيلكت من اللي هو تيبل لهاي الكولومز من هذا التيبل اسمه تي بي ال برودكت بالاعتماد على اللي هو الفاليوز اللي راح يتم تمريرها الى هذا البارامتر. الان راح نعمل اكسكيوت لهذا الستورد بروسيجر. الان بعد هيك راح اقوم باخذ هذا الستورد بروسيجر. اوكي الان انا بدي الكود يتنفذ لما يتم الضغط على هاي البتون، فبالتالي راح انسخ الكود الموجود عندي هون وراح اقوم مباشره بوضعه بداخل عندي هنا البتون. والان طبعا راح اقوم بتعديل اسم الستورد بروسيجر الى طبعا اس بي جيت برودكت انفنتوري باي اي دي زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان بعد هيك احنا عمالنا بنحكي له انه في عندك ستورد بروسيجر، الان لابد من اني اقوم بتزويدي عفوا لابد من اني اقوم بتزويده باللي هو البارامتر اللي هو بتوقعه واللي هو اسمه برودكت اي دي. حتى نعمل هذا الامر بكل بساطه لابد انه نروح عندي في الاسفل عندي هون بعد اللي هو الكومنت تايب، لابد انه نخبر انه في عندي اللي هو بارامتر، فبالتالي راح نحكي الان data adapter dot select command اوكي dot عمليا parameters dot اللي هو add with value. لاحظت انه هاي الميثود add with value، اذا فعليا كانك بتتعامل مع SQL data reader. اوكي ما في عندي اي اختلاف، طالما انت فعليا عمالك بتعرف تتعامل مع SQL Data Reader فأكيد راح تقدر تتعامل مع SQL Data Adapter. الآن في الـ Add with Values راح نزوده عمليا باسم البارامتر وأيضا كسترينج، وراح نقوم أيضا بتزويده بالـ Value، والـ Value هي راح تكون مخزنة ضمن اللي هو التكست بوكس 1، راح نحكي تكست بوكس 1 دوت اللي هو تكست. أوكي وطبعا راح يكون عندي هنا اللي هو اسم البارامتر اللي هو عبارة عن Product ID، راح نروح مباشرة عندي هون راح اقوم بتزويده باسم البارامتر. اوكي الان احنا هيك فعليا قمنا بتزويده باسم اللي هو البارامتر. اوكي وطبعا اخبرنا انه في عندي هون هو ستورد بروسيجر. الان مباشرة راح اقوم بعمل سيف، وخلينا نيجي نضغط الان على كنترول و F5. الان هون عماله بعمل بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. الآن راح يكون في عندي هنا راح أقوم بتزويده بالرقم اللي هو البرودكت. الآن مجرد ما أضغط على البتون لاحظ إنه قام بجلب اللي هي تفاصيل هذا البرودكت. الآن لو اخترت مثلا رقم آخر مثلا 105 لاحظ إنه قام بجلب اللي هو البرودكت آخر. أوكي إذا هاي هي كيفية التعامل مع SQL Data Adapter، هو مشابه إلى SQL Data Reader من ناحية اللي هو كيفية اللي هو تنفيذ الستورد بروسيجر وكيفية تنفيذ البارامترز، لكن هو بكل بساطة هو عبارة عن disconnected data access model، واللي طبعا راح يتم شرحها في الدرس القادم إن شاء الله. بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.